المدير الفني لفريق النصر السيد كارينيو ومبارك له على الفوز، ناخذ رأي الفني للمباراة. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que ellos tenían una táctica defensiva lógica. كنا نعلم أن المقابلة سوف تكون صعبة. بطبيعة الحال كنا نتوقع يعني السيناريو الذي جرت عليه المقابلة، الفريق سوف يتراكم إلى الدفاع. Nosotros empezamos a jugar bien, intentando marcar un gol lo más pronto posible. Tuvimos cuatro ocasiones de gol claras. حاولنا بما أمكن يعني الضغط في الفترة الأولى من اللقاء تسجيل هدف. حصلنا على أربعة فرص لم نستغلها بشكل جيد. No pudimos marcar y en una pelota quieta nos convierten y el partido se nos puso cuesta arriba. بعد ذلك لم نستطع التسجيل بغرار الفريق الخصم في تقريبا أول كرة ثابتة تمكن من التسجيل، وبعد ذلك يعني المقابلة دخلت في أصبحت صعبة. Después hubieron errores muy claros nuestros, fácil de corregir. Eso tenemos unos días para corregir para enfrentar el próximo partido. بعد ذلك كانت هناك أخطاء يعني ممكن أقول تكتيكية في التوقع في التمركز، هذا الأمر غنشتغل عليه هذه الأيام المقبلة نحاول ما أمكن نصلحه. El segundo tiempo salimos con otro ímpetu, con otras ganas. في الجولة الثانية أعطينا انطباع آخر، انطباع إيجابي وجيد. Tenemos la desgracia de recibir otro gol. Nosotros estábamos pensando mucho en el arco rival y no tanto en el nuestro. يعني على خلاف مجريات المقابلة استطاع الفريق الخصم تسجيل هدف ثاني، الأمور اللي ما كانتش بالحسبان تعقدت الأمور أكثر. Y después los cambios y el corazón enorme que tiene este equipo fueron los que ganaron el partido. بعد ذلك التغييرات وروح الفريق والحماس ديال الجميع كان لهم تأثير في النتيجة، كانوا وراء النتيجة إيجابية. Nos está costando agarrar nuestra forma de los partidos anteriores, pero ya la vamos a lograr. نحن لازلنا لم يعني نصل لمستوانا الحقيقي. يعني التوقف كان عنده واحد يعني سلبي، كان سلبي على الفريق. أوكي شكرا. نرحب بالأخوة الصحفيين إذا كان في سؤال. تفضل. علي المرشود من صحيفة الحياة. أول شيء مبارك للمدرب كارينيو على تحقيق الفوز. يمكن أكثر أو المتفائلين لم يكن يعني يتوقع سيناريو المباراة. لكن السؤال يعني في كل مباراة الأهلي بدأ في تشكيل.